عطلة جديدة في انتظار الموظفين بالمغرب. تنتظر الموظفين الأسبوع المقبل عطلة جديدة ليومين متتاليين، ويتعلق الأمر حسب لائحة العطل لهذه السنة بثورة الملك والشعب التي تصادف 20 أغسطس الحالي. كما يستفيد الموظفون من عطلة ثانية يوم السبت 21 غشت الجاري بمناسبة عيد الشباب. وفي موضوع متصل، كانت وزارة التربية الوطنية أعلنت أخيرا عن لائحة العطل المدرسية بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي وأقسام التحضير لشهادة التقني العالي برسم الموسم الدراسي المقبل. وحسب لائحة العطل، فإن التلاميذ سيستفيدون من عطلة الفترة البينية الأولى وذكرى المولد النبوي من 17 أكتوبر إلى 24 أكتوبر، وذكرى المسيرة الخضراء يوم 6 نوفمبر 2021، ثم عطلة عيد الاستقلال يوم الخميس 18 نوفمبر المقبل، والعطلة البينية الثانية من 5 دجنبر إلى 12 منه.